باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته من الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها دائما ابديا امين. كانت فرصه امبارح ان احنا اتكلمنا عن مفاهيم مسيحيه ارثوذكسيه حول الزواج، وسلطنا الضوء عن الخطة الإلهية في الزواج منذ بدء الخليقة، وبعد كده ركزنا على رؤية المسيحية وتعليم السيد المسيح فيما يتعلق بالزواج، وفي الآخر مرينا كده بسرعة على الرؤية الإلهية حول الطلاق. النهاردة عايز أركز شوية مع الزوجين، ربما نحتاج تصحيح بعض المفاهيم أو تسليط الضوء على الفهم السليم لعبارات في الكتاب المقدس. عايز أسلط الضوء النهاردة على المفهوم السليم لرئاسة الرجل وخضوع المرأة، رئاسة الرجل وخضوع المرأة، لأن في نصوص واضحة تؤكد رئاسة الرجل ونصوص واضحة تؤكد حتمية خضوع المرأة للرجل. الموضوع ده في هذا الزمان بيبقى ليه حساسياته، وفي بلاد المهجر بيبقى ليه حساسيات أكبر. تعالوا نشوف الروح القدس على فم معلمنا بولس الرسول في هذا الأمر بيقول إيه. ناخد ثلاث أعداد من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أفسس، ودي الرسالة اللي بتتقرأ وقت الإكليل. إحنا بنقرأ في الإكليل بدءا من عدد 22 من الإصحاح الخامس، إنما عشان الصورة تبقى واضحة أكتر أحتاج أبدأ من العدد 21 لأن هيفرق كتير قوي. هاخد ثلاث أعداد. في عدد 21 بيقول: خاضعين بعضيكم لبعض في خوف الله. وبعد كده اتنقل في عدد 22 يخاطب النساء يقول: أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. تعالوا نشوف الحكاية ونبسطها شوية. أول ملاحظة سنلاحظها أن معلمنا البولس الرسول لم يجد تشبيها أرضيا يشبه به العلاقة بين الرجل والمرأة في الزواج المسيحي، لأن العلاقة بين الرجل والمرأة في الزواج المسيحي علاقة سامية جدا تسمو عن أي علاقة بشرية أخرى، فما لقاهاش تشبيه في العلاقات البشرية، فلم يجد تشبيها إلا العلاقة المتبادلة بين المسيح والكنيسة، وحطها قدام عينينا كده وقدام كل زوجين على مثال العلاقة المتبادلة بين المسيح والكنيسة. هكذا ينبغي أن تكون العلاقة المتبادلة بين كل زوجين. دي أول ملاحظة. الأمر الثاني اللي عاوزين نبقى متأكدين منه أن الرئاسة والخضوع في الأسرة بمفهومها السليم هي صمام أمن الأسرة. اللي عاوز يعيش في سلام والعلاقة الأسرية دي تمتد إلى نهاية الحياة يفهم كويس يعني إيه رئاسة الرجل ويعني إيه وإلى أي مدى خضوع المرأة. تعالوا الأول
نركز على رئاسة الرجل. هل الرجل رأس ورئيس؟ نعم، محدش يقدر ينكر ده. ولكن المهم بقى فيما بعد لكن دي، أول حاجة أن رئاسة الرجل للمرأة ينبغي أن تكون على مثال رئاسة المسيح للكنيسة. ما بولس الرسول حط لنا التشبيه ده، الراجل هيتمثل بالمسيح في علاقته بالكنيسة، والمرأة هتتمثل بالكنيسة في علاقتها بالزوج. هنا حضرتك عليك أن أنت تسعى جاهدا أنك أنت تتمثل بالسيد المسيح. رئاسة المسيح للكنيسة يقول الكتاب هنا، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن على مثال، يعني كما أن المسيح أيضا هو رأس الكنيسة. بس الحقيقة السيد المسيح رسم لتلاميذه مفهوما جديدا عن الرئاسة. تعالوا نشوف في مرقس 10 أعداد 42 ل 44 يقول الكتاب، فدعاهم يسوع وقال لهم، أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هذا أو هكذا بينكم. خلي بالك أيها الراجل، ويكون عندك الأسلوب ده، فلا يكون هكذا بينكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا. وإذا نفسه مثال، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. إذن الرئاسة تعني بذل، إذن الرئاسة تعني خدمة، إذن الرئاسة تعني تسديد احتياجات، إذن الرئاسة تعني احتواء. فلما أقول أن الرجل رأس المرأة طبعا، ولكن على مثال رئاسة السيد المسيح للكنيسة. تفتكروا معايا بعد السيد المسيح ما غسل أقدام تلاميذه يوم خميس العهد، اداهم الدرس العملي، وبعد كده قعد في وسطيهم يشرح لهم الدرس، قال لهم ايه؟ أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق أقول لكم، ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. عشان كده أشعيا النبي لما جه لمح عن رئاسة السيد المسيح قالها في عبارة غريبة جدا، قال تكون الرئاسة على كتفه. طب الرئاسة تجعل الرأس يعني؟ لا، المسيح بقى على كتفه. إيه اللي على كتف المسيح؟ حمل الصليب، التضحية من أجل الآخر، هي دي الرئاسة في مفهوم الكنيسة، هي دي الرئاسة في مفهوم السيد المسيح. تمثل صليبا يحمله الإنسان. المسيح حمل إكليل الشوك عوض التاج على رأسه، عوض البشرية يعني. السيد المسيح الرئاسة بالنسبة له يحملنا على منكبيه كما حمل الخروف الضال، هي دي مفهوم الرئاسة. فحبيبي انت عايز نأكد لك انك الرئيس؟ اه نعم، ولكن ما تنساش الشق التاني، انت رئيس على مسار رئاسة السيد المسيح. دي اول ملاحظة. تاني ملاحظة، أن رئاسة الزوج في بيته
هي امتداد لرئاسة المسيح للكنيسة. التانية كان على شكلها، دي امتداد ليها. يعني ايه امتداد ليها؟ تعالوا نبص على كورنثوس الأولى 11 عدد 3. ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل. خلي بالكم، خلي بالكم في الترتيب. قبل ما يقول أن الرجل رأس المرأة، قال أن المسيح رأس الرجل. معناه عاوز يقول أن هذا الزوج متصل وملتصق بالمسيح، وعاوز يقول أن هذا الزوج خاضع للمسيح كرأس. إذا خضع الزوج للمسيح يسهل على الزوجة الخضوع للرجل، لأنها ستخضع للمسيح اللي فيه. إذا أخضع الزوج كل كلامه وكل طلباته وكل أوامره وكل نصايحه لتعليم المسيح، يسهل جدا على زوجة تقول له حاضر، لأن سمع منه كلام بتاع المسيح. تقول لا للمسيح الناطق على لسانه إزاي؟ عشان كده حبيبي البداية هي خضوع الزوج للمسيح، وإن وجد يسهل جدا دون أن نطلب أن تخضع المرأة لهذا الزوج. إنما حبيبي أنت اللي بتصعب الأمر عليك وعليها. هي شايفة أن علاقة زوجها بالمسيح أقل من علاقتها هي بالمسيح، شايفة أن ارتباطها بوصية المسيح أكتر بكتير من ارتباطه بوصية المسيح، شايفة أن خضوعها لتعليم ربنا لا تقاس بتصرفاته. طب أنا أقدر أقول لها تخضع لك إزاي؟ أنا عايزة تخضع لك لأنك خاضع للمسيح. إذن البداية حبيبي قبل ما نقول لها اخضعي، وبنقول لها اخضعي، عليك أن تخضع أولا للمسيح حتى تكون رئاستك للمرأة هي امتداد لرئاسة المسيح لك أنت. شوف حبيبي هنا بقى، الزوج اللي بيبقى منفرد برأيه وما بيسمحش ما بيسمحش لحد، دي مشكلة كبيرة جدا. أوامر وعليهم يطيعوا. لا أنا عايز أقول لك حاجة حبيبي، الرئاسة في مفهومها الثالث باختصار شديد هي تعاون بين الجسد والرأس. تاني، الرئاسة في مفهومها السليم تعاون بين الجسد والرأس. تاخد أمثلة، احنا بنتكلم عن المسيح رأس الكنيسة، يبقى الكنيسة الجسد. طيب تعال نشوف إشباع الجموع. احنا قدامنا الكنيسة ممثلة في الرسل، والمسيح ممثل في الرأس. التلاميذ راحوا للرب المجد قالوا له اصرف الجموع لئلا يخونوا في الطريق، احنا ما عندناش اكل. هنا السؤال، من الذي بادر بالاقتراح، الرأس ام الجسد؟ اسمع تاني، مين اللي بادر بالاقتراح، الرأس ام الجسد؟ المسيح ام التلاميذ؟ التلاميذ. يعني عايز اقول لك يا حبيبي اسمع، اسمع للجسد، شوف رأيها إيه الأول قبل ما تقرر. أي واضحة. في نفس الوقت هنا لاحظنا الرأس بقى ما يعرفش يشتغل من غير الجسد، فبدأ الرأس يكلم الجسد، أعطوهم أنتم ليأكلوا. هو ما عندوش، هو يقدر يعمل كل حاجة بس عاوز يشركها في التفكير، تفكر معايا طب ايه رأيك نعمل ايه،
طب ايه رأيك الحل فين؟ هو ده عبارة اعطوهم انتم ليأكلوا. طبعا هي هتفكر بسرعة، هتوفر له حاجة مش عنده، او تقول له حاجة ما كانش عارفها. فهي الجسد هنا قال له في ممثل في التلاميذ: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين. هايل، هيبدي من حيث بدأ الجسد، هيبني على اللي قالته زوجته، هيعمل اللي ما تقدرش تعمله زوجته. هي اللي بدرت في البداية بطرح الموضوع، وهي خلاها تفكر له، وهي حطت الجزء من الحل وفقا لإمكانياتها، هو يفعل الكلام ده. وبعدين مخه بيشتغل، أنا وهي واحد ونساعد بعض، فبدأ يشركها معاه في التنظيم. اجلسهم فرق 50-50. طب وبعدين؟ هي مش هتبارك ولا تكسر، دي مش شغلتها، شغلة الرأس المسيح. بارك، كسر، أعطى. أعطى مين؟ للجسد. فبدأ يشرك الجسد في أنه هو يبقى مصدر الخير والبركة. فبدأ الجسد ممثل في التلاميذ يوزع على الجموع، وفي النهاية زرع فيهم التدبير: اجمعوا الكسر، تعاون، تعاون بين المسيح والكنيسة، تعاون بين الرأس والجسد. المسيح يسمع للكنيسة، المسيح يشرك الكنيسة، المسيح يحفز الكنيسة. هو ده دورك، هو ده دورك. طب تعال خد صورة تانية. حطيت لك الكوباية دي بس ما كانتش ولا كانت إزاز يعني، ففاكر انها ميه انا كده، وجيت امسكها وقمت عامل كده. انا عملت كده ليه؟ حد يقول لي؟ قلت لها في حاجه سخنه. لما جيت المس الكوبايه السخنه، طب انا عايز احلل الحركه دي، ازاي دي حصلت؟ البدايه منين؟ البدايه من الجسد، الخلايا العصبية الطرفية اللي هنا في الصوابع حست بالسخونة، بعتت للرأس إشارة: الكوباية سخنة، حاضر يا فندم. يقوم المخ اللي هو الرأس يبعت إشارة للعضلات والأعصاب والمفاصل، يسحب الإيد، فالجسد يقول له: حاضر يا فندم. تعاون، تعاون بين الجسد والرأس. فحبيبي من فضلك، مش المهم رأي مين فيكم، المهم الرأي الأفضل فين، مهم رأينا إحنا كلنا إيه. ده أنا مش عايز أقول لك الجسد يعني المرأة بس، الجسد يعني الأسرة بما في ذلك الأولاد. يعني ما يجيش الأب والأم يقرروا إنه ما يسافروا في الحتة الفلانية ويدوا الخبر للأولاد. ما عدتوش معاهم ليه؟ ما فكرتوش معاهم ليه؟ ما أشركتوش معاهم، أشركتوش معاكم ليه؟ لألا يكون عندهم ظروف تبع المدرسة ولا تبع الكنيسة ليه؟ أنتوا قررتوا إن الويك إند تروحوا في الحتة الفلانية، والنهاردة كان عندهم نشاط ختام النشاط الصيفي في الكنيسة، هيقول لك لا مش جاي. التفاهم بين الجسد والرأس مع بعض، هو ده الجسد اللي بيتمثل بالسيد، الرأس اللي بيتمثل بالسيد المسيح. شوف يا حبيبي، إذا تمسكت برأيك دون مراعاة رأي الآخرين، هينتج عن الكلام ده الآتي. أول حاجة هتلاقي اسلوب التحايل والخداع بقت طبيعه البيت. ازاي يتحايلوا على كلامك عشان يعملوا اللي هم عايزينه؟ مش مقتنعين باللي انت قررته، عشان ما خدتش وديت معاهم، عشان ما سمعتش منهم.
الأمر الثاني هيتحولوا بعد شوية يعملوا اللي أنت عايزه في وجودك ويعملوا اللي هم عايزينه في غيابك. ما أنت متسلط، ما أنت ما سمعتش، ما أنت ما خدتش برأيهم. الأمر الثالث هيحسوا إنهم كانوا غلطانين إنهم سألوك. يسألوك ليه ولا يطلبوا منك ليه؟ يعملوا لهم عجلة قبل ما يقولوا لك ويتجنبوك. الخاتمة يتحول البيت عبارة عن جزر في محيط، كل واحد ماشي من دماغه، كل واحد ماشي بمزاجه. والمشكلة بدأت، مش قول لي هي ما تسمعش الكلام. لا يا حبيبي أنت ما خدتش برأيها. أنا قلت لك تمثل بالسيد المسيح كرأس، والسيد المسيح يسمع ويتجاوب مع اللي بيتقال زي ما قلنا في إشباع الجموع. برضو حبيبي عايز أقول لك حاجة، ودي مهمة قوي، ودي آخر نقطة هقولها للراجل عشان أحول على الستات أحسن تفتكر حضرتك الكلام كله على الرجالة النهاردة بس. يعني حاجة مهمة قوي، إن كلمة رأس لما قال الرجل رأس المرأة تحمل في طياتها مسؤوليات وليست كرامة. أما أقول حضرتك الرأس أفوق رأس من فوق، بس دي وراها مسؤوليات كتيرة جدا أنت مش واخد بالك. طب تعالى نحلل كلمة رأس في حد ذاتها. أول ملاحظة أن الرأس موجود على قمة الجسد، يسمو عن الجسد. فهل أنت فكريا وروحيا تسمو؟ هل أنت في علاقتك بربنا تسمو؟ أو الرأس فوق؟ هل تصرفاتك تعبر عن السمو؟ هل تصرفاتك تعبر عن روح القيادة الحكيمة للبيت كرأس؟ عايز أقول لكم حاجة أولادي، بعض الناس بتفهم كلمة رأس دي كلمة غلط، فاكرين أنا نقصد بالرأس الجمجمة، دي علبة. الجمجمة أصلب عظام الجسم كله لأنها بتحمل مخ وإلى آخره. عظم الرأي إنما صلب جدا، فهو متخيل دماغه ناشف عشان هو الرأس، ما جمجمة. لا أنت مش جمجمة، أنت مخ، أنت جوهر الرأس اللي هو المخ، ألين خلايا الجسم كله. تاني، ألين خلايا الجسم كله. فهل أنت كده برضو؟ عجيب المخ ده جدا، المخ يحرك الجسم كله من غير ما حد يشوفه ولا حد يسمعه. تاني، يحرك الجسم كله من غير ما حد يشوفه ولا حد يسمعه. والرجل الرأس اللي بنظرة يحرك البيت، وابتسامة يريح البيت، هو المخ اللي بيدير في هدوء. فهل أنت مخ أم جمجمة؟ ادرسها. برضو حبيبي عايز أقول لك حاجة مهمة قوي، في الرأس يوجد المداخل، كل المداخل اللي بتساعد الجسد على الحياة، ولا مش مظبوط؟ أكل شرب هواء بيجوا منين؟ من الرأس. الرأس يتحمل المسؤولية الكاملة حتى لو هي بتشتغل، يعني هي لما بتساعد هي مفروض هتساعد، إنما هو إحساسه أنا المسؤول، أنا الرأس. الرأس حبيبي توجد العين، والعين هنا تشير إلى اتساع الرؤية، إلى النظرة البعيدة، إلى النظرة الشاملة. فهل أنا عندي اتساع رؤية ونظرة شاملة؟ في الرأس حبيبي توجد الودن. ده أنا مشكلتي مع الرأس إنه في أغلب الأحيان ملوش ودن، أقصد الجسد بقى يعني.
اللي هو الزوج يعني. مشكلتي مع الرأس إن أغلبهم ملوش ودان. شكوى الزوجة دايما إيه؟ ما بيسمعنيش، ما بيدينيش وقت، مع إن مهمتك تسمع عشان توجه، تسمع عشان تريح، تسمع بدل ما هي تلجأ للي يسمعها أيا كان مين يسمعها، أختها اللي مش عاجباك، مامتها اللي بتتدخل، ما هي بتلجأ لدول ليه؟ أبونا اللي أنت زعلت راحت قالت له وليه كشفت أمورنا البيت لأبونا؟ أنت مش بتسمع، أنت مش مدي فرصة. الرأس فيه الفم. المشكلة بقى مش إنك ما بتسمعش، إنك لا بتسمع ولا بتتكلم. خلينا نتكلم بس صح، ما تزعلوش مني يا جماعة، أنتوا اتزنقتوا وخلاص يعني. تيجي واحدة ست فعلا على فكرة بتتقال كتير يعني. سيدنا مالك يا بنتي؟ أنا متجوز أبو الهول. هو أبو الهول إيه يعني؟ إشمعنى أبو الهول؟ ما بيتكلمش. فأنا عشان أطيب خاطرها هقول لها إيه؟ كل الرجالة أبو الهول. كل الرجالة زي أبو الهول. هي دي حقيقة ودي طبيعة ولازم نبقى فاهمينها، إنه غصب عنه ودي طبيعته. وخاصة لما طبيعة الست تبقى يعني عليها علامات استفهام شوية. طبيعة الراجل أقل من المرأة في القدرة على السماع، وأقل من المرأة في القدرة على الكلام. في تحاليل كتيرة وأرقام كتيرة اللي أنا منها هي قدرتها على الكلام أكتر منه 23%، وهو قدرتها على الاستماع أكتر منه 13%. هي قدرتها طبعا. عندنا في مصر مش زي عندكم كده، خصوصا في الأقاليم يعني، تلاقي الجنب ده كله ستات والجنب ده كله إيه؟ رجال. لما خلص القداس وأنا مدي ظهري لسه وبختم، مجرد ما نقول أبانا الذي، وقبل ما أختم أبانا الذي تخلص، أسمع هنا طوفان. إيه اللي بيحصل ده؟ طبيعة المرأة. بس هي بتتكلم عشان اللي يسمعها. طب فين أنت من السماع؟ الرأس عليه أن يسمع، عليه أن يعطي وقتا لزوجته عشان يسمع لها. ولما يسمع لها على فكرة 50% من إراحة الآخر إن أنا أسمع له، بس أسمع له بتركيز، أسمع له بتفرغ، أسمع له بدون مقاطعة، أسمع له من غير ما أبص على الساعة، أسمعه من غير ما ألعب حاجة قدامي، أسمع له من غير ما يبقى في تلفزيون قدامي مفتوح، أسمع له لأني بركز أن أسمع له. أنت ريحتها 50%، 25% تاني عشان تريحها أنك تبدأ كلامك في الرد بالمشاعر. لا يا حبيبتي تحت أمرك اللي أنت عايزاه، موضوع بسيط ومحلول. بعد كده حتى لو قلت عكس اللي عايزاه هترتاح. اسمع وعبر عن مشاعرك قبل ما تعبر عن فكرك ولا عن رأيك. هنا اتنقل للمرأة بقى. دور عليكم. موضوع خضوع المرأة ما فيش شك حبايبي في معوقات عديدة ومعاصرة تعوق خضوع المرأة للرجل. معوقات كثيرة ومعاصرة تعوق خضوع المرأة. يعني مثلا مستوى ونوع التعليم مقارنة بالرجل. كانت زمان الست أقل تعليما وقاعدة في البيت. ما عادش الكلام ده. بقى اللي درست ودرس هو درس وربما درست أكتر منه. طب وبعدين؟ تقول له حاضر رغم المستوى الفكري واحد؟ في نظرها لا، صعبة. أحيانا من المعوقات نوع العمل والدخل. هي بتشتغل عمل مرموق وربما دخلها مرتفع، وبرضه تخضع له. تخضع له ازاي؟
موضوع صعب بالنسبة لها. أحيانا المستوى الاجتماعي بتاع الزوجة مقارنة بالزوج، هو ما عملش زي داود لما الملك عرض عليه الجواز من بنته، هو فكر في اسم العيلة دون النظر لعيلته وإمكانياتها، فهي حاسة أنها من مستوى اجتماعي آخر تعوق حكاية خضوعها ليه. في أحيان كتيرة تانية ودي بنسبة عالية مش قليلة، مستواها الروحي مقارنة بمستواه الروح، فبتقيس طلباته بمقياس كنسي كتابي روحي من خلال العظات اللي بتسمعها، تلاقي الكلام ده ما اقدرش اعمله. فهنا في عوامل كتير جدا، ومع ذلك هقول لكل مرأة برغم من كل ده عليك تقولي حاضر. هنا المرأة عشان تقول حاضر في عدة أمور. الأمر الأول أنت بتقولي حاضر لربنا لأنك بتخضعي لوصية ربنا في الخضوع للزوج، ده أمر إلهي. الأمر الثاني أكيد عايز جهاد منك عشان تعملي ده. الأمر الثالث بيحتاج منك اقتناع بأهمية الخضوع، لأن البديل خراب البيت، صدام مستمر. ومع ذلك عايز أقول شوية نقاط. أول نقطة عايز أكدها لك أن خضوع المرأة للرجل هو خضوع في مساواة، أنت مش أقل منه لما هتقولي له حاضر. على فكرة لا الإنجيل ولا المسيحية تنظر للمرأة على أنها أقل من الراجل، الكلام ده لا. تعالوا نشوف في كورنثوس الأولى 11:11 يقول غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب، ولو أن لها معاني تانية. في غلاطية 3:28 يقول ليس ذكر ولا أنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح. الأمر الآخر، إذا كان الكتاب بيقول عن الرجل أن الرجل رأس المرأة، في كورنثوس الأولى 11:7 يقول إيه؟ وأما المرأة فهي مجد الرجل. بيعمل توازن. طب حبيبي هنا من البداية الأولى اللي ربنا خلق حواء عليها خلقها مساوية لآدم، يمكن لما كنا بنتكلم امبارح قال لك معينا نظيرهم، قلنا معينا يعني لها إمكانيات مش فيه عشان بإمكانياتها اللي مش فيه تكمله، وهو برضو نفس الشيء. وكلمة نظير تعني من نفس النوع البشري وتعني أيضا المساواة. فالقاعدة العامة رغم أني بقولك اخضعي له، بقولك خلي بالك أنت مش أقل منه، عشان دي بتتعب الست شوية تقولك وأنا أقل منه. لا ما أنتش أقل منه، بس هتقولي حاضر. القاعدة التانية اللي على الراجل والست يفهموها أن القاعدة هو الخضوع المتبادل، والاستثناء هو خضوع المرأة للرجل. تاني رجعنا للرجالة تاني هو. القاعدة هو الخضوع المتبادل، والاستثناء هو الخضوع المرأة للرجل. البداية خضوع متبادل، نسمع لبعض، نشوف رأي بعض وناخد بالرأي الأفضل. لو لم نتمكن من ذلك مفيش قدام المرأة غير أنها تقول حاضر. طب إيه الأدلة على الكلام ده؟ تعالوا نشوف. عشان كده لاحظتوا حبايبي أن أنا بدأت بالقراية من الأول من عدد 21 مش 22. أفسس 5:21 لما نرجع يقول خاضعين بعضيكم لبعض في خوف الله. طب وبعدين وحصلش؟ فجي في 22 أيها النساء اخضعنا لرجالكن
كما للرب، وبدأ يتكلم أن الرجل رأس المرأة كما أن المسيح هو رأس الكنيسة. يبقى القاعدة العامة نسمع لبعض، بس لو ما عرفتيش تقنعيه أو تريحيه، وفي الغالب بيبقى أسلوبك هو السبب. حاولة تاني. وفي الغالب لأن أسلوبك هو السبب، النتيجة هتقول له حاضر. وده اللي بيعمله أبونا في طقس الإكليل. أبونا بيعمل إيه؟ بينفذ الأول عدد 21 من أفسس 5، وبعد كده بينفذ عدد 22 و 23 من أفسس 5. فين عدد التطبيق العملي بتاع أفسس 5 21؟ أبونا يروح جايب رأس العريس على العروسة ويقول إيه؟ يخضع كل منكما لصاحبه. أدي أفسس 5 21، خاضعين بعضيكم لبعض في خوف الله. يبقى دي القاعدة. بعد كده أبونا بيدخل في الوصايا، فيبدأ يكلم المرأة على خضوعها للرجل. إذن حبيبي القاعدة خضوع متبادل، وإن لم يكن هنالك لأي سبب كان خضوع متبادل، يبقى هنخضع المرأة للرجل. النقطة الثالثة اللي عايز أقولها لحضرتك أو الأخرى، خضوع المرأة للرجل كخضوع المسيح لله الآب. تاني، خضوع المرأة للرجل على مثال خضوع المسيح لله الآب. أصل تقول لي وأنا مش أقل منه. طب والمسيح أقل من الله الآب؟ في قانون الإيمان بنقول إيه؟ بالحقيقة نؤمن بإله واحد، أدي الوحدانية. وبعد شوية نقول مساو للآب في الجوهر، أدي المساواة. بالعكس يا حبيبتي، ده أنت وجوزك صورة مصغيرة لعلاقة المسيح الابن الكلمة بالله الآب. أنت وجوزك على مثال الله الآب والابن واحد، وحدانية. وعلى مثال علاقة الابن بالآب في مساواة. بس بالرغم من مساواة رب المجد يسوع لله الآب، وبالرغم من وحدانيته فالله الآب، إلا أنه أطاع حتى الموت، موت الصليب. يقول هنا إيه؟ يجي في بستان جسيماني في متى 26، يا أبتا إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ويقول لنا في متى، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. المسيح المساوي خضع؟ يبقى أنت كمان تخضع، وما تحسيش بأي نوع من النقص أنك أنت مش أقل منه. وبعدين عايز أقول حاجة حبايبي، هو خضوع المرأة ده للرجل مش ناموس قديم منذ بدء الخليقة؟ طب هنتمرد عليه دلوقتي ليه؟ عشان اتعلمنا؟ نرجع تاني للتكوين 3:16، قال لها إيه؟ وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. هنا إشارة إلى خضوع المرأة للرجل. عايز أقول لكم نقطة أخرى، خضوع المرأة يحكم ثلاث نصوص كتابية. تاني، خضوع المرأة للرجل يعني يحكم ثلاث نصوص، 2 في أفسس 1 في كولوسي. في أفسس لما قال في عدد 22، أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما إيه؟ للرب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو عملت حاجة عكس كلامه ضميرك يتعب، وتروح تقول لأبونا أنا أخطيت، أبونا ما سمعتش كلام، زي أخطيت أبونا أنا كسرت الوصية الفلانية. يبقى ده أول أول آية. تاني آية يقول إيه؟ ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن
إيه؟ في كل شيء. يبقى أول حاجة كمل الرب، ده النوع، في كل شيء ده الكم، كل حاجة هقوله حاضر فيه. بس في وصية ثالثة اللي في كلوس يقول إيه؟ أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. يعني إيه الحكاية دي بقى؟ استنى عليا بقى. افرض الزوج طلب منك حاجة تخالف وصية ربنا. لا 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 لا، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. عشان كده معلمنا بولس الرسول لأنه قال لها فترة، قال لها في كل شيء، لألا يفهم كلمة كل شيء دي كل شيء بما في ذلك ما يخالف وصية ربنا. فجي وضبها وصححها في كلوسي وقال لها كما يليق في الرب. دي ده اللي بيحكم خضوعك. بس عايز أقول لك حاجة، أنت عارف مشكلة خضوع المرأة فين بقى الحقيقة؟ يعني إنها تخلت عن سمتها كامرأة. زعلوش مني؟ افتقدت لرقة المرأة، افتقدت لحكمة المرأة اللي الكتاب المقدس يقول حكمة المرأة تبني بيتها. المرأة الحكيمة، بحب أقول العبارة دي، تقدر تقول لا من غير ما تقولها، وتقول لا هو بس هي بتقول حاضر. نعم؟ بس عشان نفهمها تعالوا كده نشوف السيد المسيح والمرأة السامرية. رب المجد بدأ يتكلم عن المرأة السامرية، والمرأة كانت متجاوبة معاه جدا، ووصلوا لمرحلة كلام وحديث عن ماء الحياة. أعطيني من هذا الماء. لا، دي عايزة توبة. لو قالها لازم تتوب يجرحها. فبدأ بالتدريج يقودها للتوبة. قال لها اذهبي وادعي زوجك. عشان تقول له أنا ماليش زوج وأنا عايشة مع واحد مش جوزي، قصة كده يعني، تتوب. فعلت جزء محدود جدا من الحقيقة، ليس لي زوج. طب ربنا عاوز يقودها أنها تكمل التوبة. فعمل إيه؟ افتكروا العبارتين دول، افتكروا يا ستات، الفيرست امبريشن واللاست امبريشن، البداية والنهاية والمحتوى. ثلاث حاجات، بداية والنهاية ومحتوى. المحتوى قول اللي انت عايزاه، بس البداية والنهاية سمعي اللي يحب يسمعه. تاني، رب المجد قال لها حسنا قلت، ادي البداية والنهاية، هذا قلت بالصدق، واللي في النص لأن كان لك خمسة أزواج والذي معك ليس بزوجك. اتبلعت. بقولها نظام كبسولة بتاع الأنتيبيوتيك بتاع زمان، جيلاتينة وجيلاتينة وبينهم باودر، تتبلع. الطفل الصغير لما نديله دواء لازم يبقى مسكر وفوشيا ولا اورنج، عجبه لونه وعجبه طعمه، يبلع اللي جواه بقى يتبلع. اعملي ده. مش هتكسف اقول للاتي، اتعاملي مع الطفل اللي جوه الراجل ابو شنب الكبير ده. انتوا مش فاهمين الرجال، ابسط واطيب، بس انتوا اللي مش عارفين تتعاملوا مع الطيبه والبساطه اللي جواه. ازاي بقى؟ تعالوا نشوف اطبق عمل الكلام ده. حضرتك هو بيطلب حاجة، بلاش تسترجلي وتقولي لا مش هعمل وانت مش حاسس وانت مش. ابدأي بالكلام اللي يبسطه. حاضر يا حبيبي عينيا. بعد ما تقولي كده قولي اللي انت عايزاه، بس في النهاية على كل حبيبي اللي انت عايزه انا هعمله. تاني، البداية ايه؟ حاضر حبيبي اللي انت عايزه، وقول اللي انت عايزاه بس بالرقة ولطف وبسرعة يعني، وكملي على كل حبيبي اللي انت عايزه انا هعمله. حبيبي لا، اعمل اللي انت عايزاه. المشكلة ان الراجل احيانا حتة الكرامة بتاعته كرجل
بيحتاج يحسها. فلو كلمتيه بالطريقة اللي يحبها هيسيبك تعملي اللي انت بتحبيه، بس ما تسوقيش فيها بقى يبقى كله كده يعني. ده عند الضرورة اللي أنا بقوله ده يعني، وإلا الحكاية تبقى مكشوفة قوي يعني. الحكمة، حكمة في العرض، أعرف أتكلم معاه إمتى وإزاي. ما أتكلمش معاه وهو تعبان وهو زعلان، لما يرتاح أتكلم معاه بتركيز، واحد اتنين تلاتة، أتكلم معاه في موضوع وأجل الاتنين التانيين، أبدأ بالكلام الإيجابي اللي يبسطه اللي يدخلني جوه قلبه عشان أقدر أقول الكلام اللي أنا عايزاه. حكمة المرأة، حكمة المرأة تبني بيتها. هكتفي بكده عشان ما أخركوش كتير، عشان أقدر أجاوب بعض من الأسئلة اللي موجودة، وأتمنى يجيلي اعتراض على اللي أنا بقوله عشان أناقشه. أصل مش عايزكم تاخدوا كده، إحنا بنقول ناخد وندي، الرأس والجسد، فعشان تقتنعوا قولوا عشان نرد على بعض. لو جزء من ترنيمة أبونا جورجوس صغيرة كده بس على ما هي. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع، عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع. انت إلهنا حي، انت اللي قريب جاي، هتيجي وتعزينا وتمسح الدموع، هتيجي وتعزينا تمسح الدموع. سامحنا يا فادينا، باركنا يا عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع، عيوننا بتترجاك يا نبي الدموع. تغاضى عن خطايانا، عظم لطفك أنا، وضع يدك علينا وبارك الجموع، وضع يدك علينا وبارك الجموع.
باركنا يا يسوع، عيوننا بتتراجاك مليانة دموع، عيوننا بتتراجاك مليانة بالدموع. سؤال: ممكن واحد بيضرب خطيبته وبيهنها قدام أهله والناس وبيرجع ويندم ممكن يتغير بعد الزواج؟ أكيد هيتغير، ولكن للأسوأ. تاني: ممكن يتغير بعد الجواز؟ أكيد هيتغير، ولكن للأسوأ. إذا كان في الفترة بتاع الخطوبة ورومانسية العلاقة وبيحاول يبقى في أبهى صورة وأجمل صورة قدامها ويجد القبول قدامها وقدام أهلها وبيضربها النهاردة، بكرة الضرب هيبقى بإيه؟ وترجعوا تقولنا بمشاكلكم. بص يا بنتي، الهدف من الخطوبة اكتشاف التوافق بين الاثنين. هنكتشف السلبيات والإيجابيات، وأشعر إن في بعض السلبيات هنقدر نتعايش معها، ولكن هنالك سلبيات أخرى قد تناسب آخر ولا تناسبني، وقد تكون هنالك سلبيات لا تناسب أحد على الإطلاق زي العنف والضرب والإهانة. عايز بصحة نفسية. ولا تاني ولا سمعتوها؟ يقول لك ايه؟ فروا فروا، اهربي بسرعه، اقفلي الباب بسرعه جدا. انا بحب ان انا اساعدك في اخذ القرار، ما اقولش يمكن وجايز، انا مش طبيعتي كده يا بنت. المؤشر سلبي وخطير. لما المراه تكون عايزة تبقى الرأس، يعني الراجل يعمل ايه؟ وبتقول دي طريقة قديمة وبتاعت ماما وبابا انت بتشتكي انها عايزة تعمل رأس، بس انا هسألك ليه؟ هل حضرتك من البداية سلبي جدا ورمي عليها من اول الجواز مسؤولية العيال؟ هل حضرتك شايف مزاجك وبالك رايق ومع أصحابك ومعارفك وقرايبك ورامي عليها الحمل؟ هل حضرتك لما بتروح البيت، ربما أنت راجل أمين ومشغول بالبيت فبتقعد تكمل شغلك في البيت ومش سائل فيها ولا فيهم؟ هل أنت وجودك في البيت معاهم ولا مع التليفون ولا التلفزيون؟ ده هقول لك أكتر من كده. هل انت 24 ساعة مع ابونا انجلوس في خدمة الكنيسة وسايب بيتك؟ كل ده يقول في النهاية ان المرأة بتشعر بتحمل المسؤولية، بقت هي الراجل والست، وده هيأثر على طبيعة علاقتها بيك وترجع تسأل. عشان كده حبايبي احنا بنميل دايما في الاعداد السابق للزواج نتكلم عن المسؤوليات المتبادلة بين الزوجين وايه حدود كل واحد وواجبات كل واحد. ومع ذلك حبيبي حاول الاول تصحح منك انت لو كان هنالك في قصور، والامور تعالج بحكمة وبهدوء مش بانفعال، وانك تكسرها قدام نفسها وتحطمها قدام نفسها عشان تقول أنا الراجل. بهدوء تقدر تعالج، بس أنا بستخدم سؤالك عشان أنبه كل الرجالة ما تلميش المسؤولية على زوجة من الأول وترجع تزعل إن شخصيتها اتغيرت. أنا بطبيعتي شوية بتكلم
لسان الغايب، مش بتبنى فكر الحاضر وهاجم الغايب. دايما بطبيعتي أدور الأسباب اللي ممكن توصل لكده. قد تكون الأسباب شخصيتها هي كده، تربيتها هي كده، فأنت عليك الحكمة أنك أنت تتعايش وتصلح بالهدوء. دايما جوزي يتحجج بعدم حضور القداسات بسبب الشغل، عشان أعباء مصاريف البيت كتير. إيه الطريقة إن غير طريقه في التفكير والحجج؟ طب هو فعلا بيبقى مشغول عنده شغل ولا قاعد في البيت؟ وهو لو عنده شغل هيقول لك إيه؟ طب أعمل إيه؟ وحضرتك طلباتك كتير. ودي مشكلة المهاجرين الجدد. المهاجرين الجدد، الراجل بغض النظر عن مركزه الاجتماعي والمالي والوظيفي ما قبل الهجرة، بيجي هنا يضطر يشتغل أي شغل في البداية، ولأن أي شغل ده قيمة الساعة فيه مبلغ قليل، فبيحاول يشتغل أكتر من شغله وأكتر ساعات عدد متاحة، فيبقى على حساب البيت غصب عنه. فأنت لو هو في ظروفه كده قاهرة، ما تقليش عليه في الطلبات، ويبقى في نفس الوقت بيوفر يوم الحد أو يوم السبت أو أي يوم في وسط الأسبوع للكنيسة. دي أول ملاحظة. تاني ملاحظة عايز أقولها، ما تكرهوش هو في الكنيسة، تبقى أنت السبب. أنا السبب منين وليه؟ هقولك. أنت كمان قاعدة في الكنيسة وقت طويل، مش بس على قد وأنبا بولا طول النهاردة كمان وقال لنا وعظة بعد القداس، والراجل قاعد مستني غلبان ما افطرش ولا اتغدى، وقاد اللي خده من الكنيسة، مش كده ولا إيه؟ طب يا ترى أنت عاملة حسابك قبل ما تيجي النهاردة أن أنبا بولا هيأخرك، فجهزت كل حاجة قبل ما تيجي؟ أقولك حاجة غريبة جدا، لو ما كنتيش مجهزة قبل ما تيجي ما تحضريش الأنبا بولا وامشي. أعني بالكلام ده إيه؟ ما تبقاش الكنيسة على حساب البيت، ما تبقاش أنت اهتماماتك في علاقاتك وكنيستك، وده شيء إيجابي يعطل البيت. برضو من الحاجات اللي تخليه بسبب يكره الكنيسة، طبيعتنا إحنا ككهنة أثناء ما نوزع لقمة البركة، مع زي إحنا وزعنا لكم من خلال الشمس النهاردة عشان نوفر وقت، بتبقى فرصة الافتقاد يعني. فأقولك زي فلان ما جاش، سلمي عليه. سؤال يا حبيبتي بقى، هتروح تقولي له إيه؟ كسفتنا قدام الناس وبقيت في نص هدومي، وأبونا سألني عليك قدام الناس، كل واحدة معاها جوزها وأنا اللي رايحة لوحدي، مش هاي الكنيسة. ده أنت مش تكرهتي فيك وفي الكنيسة وكرهتي في أبونا. إنما الزكية تقول له إيه؟ أبونا بيسلم عليك وبس. تاني، أبونا بيسلم عليك وفقط. شوية في شوية أبونا ده لطيف وأمير قوي، لا 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 أنا لازم أروح له. أنت ربطتيه بأبونا من خلال الإيجابيات اللي نقلتيها عن أبونا، فبنت صرفي بحكمة عشان تساعديه، وربنا يساعده وحجم عمله يقل عشان يقدر ينتظم في الكنيسة. إذا أخطأ أحد الأطراف وتم الطلاق من الكنيسة، هقف عند دي شوية بس، فيش حاجة اسمها طلاق في الكنيسة على فكرة. مرة كنت حاضر يا سيدنا في سيدني إكليل، وبعدين كنت أنا بروح لوحدي ومفيش كهنة بتساعد، وشايفين طول النهار في المكتب أشوف مشاكل الناس. فاتنين شباب صغيرين كده شمس واقفين ورايا، هو سيدنا بتاع الطلاق ممكن يجوز؟ أنا سامع.
وطبعا مش هتكلم لحد ما خلصت، بس شفتهم عشان اعرف. قلت لهم تعالوا، على فكره انا سيدنا بتاع الجواز مش بتاع الطلاق، انا ما بطلقش، انا بصرح بالزواج. فالكنيسه بتصرح مش بتطلق، او بتصالح مش بتطلق. الطلاق ده في المحكمه، والكنيسه تاخد بيه او ما تاخدش بيه وفقا لقوانين الكنيسه. وانا شرحت الكلام ده امبارح بالتفاصيل، اتمنى اللي ما جاش امبارح يرجع لمحاضره امبارح. طيب خلينا مع السؤال، اذا اخطا احد الاطراف وتم الطلاق من الكنيسه، ما هو موقف الكنيسه في حاله التوبه؟ هل يمكنه او يمكنها الزواج مره ثانيه؟ ما هو تاب. انا كده عرفت ان السؤال ده من ابو لانجيلوس، مش تخبيه شويه يا اخي. طيب الحكايه ايه يا جماعه؟ موقف الكنيسه هو موقف السيد المسيح، موقف الكنيسه يستند على كلام السيد المسيح. السيد المسيح في تعليمه كان قاطعا جدا ان اللي غيرت ما يعرفش يتجوز تاني. طب انا هكون اكثر حنوا على الشخص من المسيح نفسه؟ وبعدين تحملوا الكنيسه المسؤوليه. طب ما هو اللي عمل لنفسه كده. عشان كده دورنا احنا ككنيسه ان احنا نعلم، ان احنا ننصح، ان احنا نفهم الناس انه اللي هيغلط لو اتطلق مش عارف يتجوز. وده اللي انا شرحته بشيء بالتفاصيل في اخر محاضره امبارح. انا اقصى هرجع لتعليم السيد المسيح، هو الحكم لان هو اللي تمم الجواز، رايه ايه في الموضوع. فانا كمجلس كليريكي كابونا كسيدنا بقول له لابني يا ابني الانجيل يمنع، مش انا اللي بمنع، انا بنفذ كلام السيد المسيح. بص يا حبايبي، انا قلت امبارح ما يوجد له نص في الكتاب المقدس لا مجال للعاطفه اطلاقا. تاني، ما يوجد له نص في الكتاب المقدس لا مجال للعاطفه. ما يوجد له نص في الكتاب المقدس لا مجال فيه للمجامله، مفيش كلام، ما نقدرش. ينبغي ان يطاع الله اكثر بالناس. صدقوني يا حبايبي بنبقى بنتقطع. انا قعدت يمكن في المجلس الكليريكي ده في الاوائل، كان صعب عليا جدا، انا مسكته في مارس 89، كنت ارجع مش عارف انام، كم المشاكل مش عارف انام، نوع المشاكل مش عارف انام، دموع الناس وصريخ الناس مش عارف انام. قعدت شهور وشهور لما ادور على وسيله اعرف بيها انام بعد ما بتعامل مع المشاكل. ما كانش عندي حل الا ان اقرا بالساعات يمكن لقرب الضوء عشان بس اعمل غسيل اللي بسمعه. وبنتاثر عاطفيا، انما لازم اركن العاطفه بقى جانبا، لاني لست صاحب قرار ولكني منفذ لقرار، والقرار قرار السيد المسيح. تاني، لست صاحب قرار ولكني منفذ لقرار، هو قرار السيد المسيح. زي قاضي يحكم بإعدام، هو بينفذ قانون، بس أنا بنفذ قانون سماوي ككنيسة، ما أقدرش أخالف رب المجد يسوع. طب أعمل إيه؟ أحافظ عليه بقى، أحتضنه عشان ما يضحش، إنما ما أقدرش أصرح له خلافا لتعليم السيد المسيح. فبالتالي يحكم عليه بعدم الزواج نهائي. اقتراح انا بشكر صاحبه عليه، انا عامله عندي في كنايس في طنطا، بنعمل لجان عشان تساعد الاباء الكهنه في عمل السلام الاسري، وبنجهزهم بس كويس قوي، وبنجيبهم متعددي الهويات او متعددي الخبرات، ما بين قانونيه ما بين روحيه، ومن الخدام الحلوين للكبار كده يعني المؤثرين، ومنهم ممكن حد يبقى في مجال طبي عشان الخلفيه الطبيه. ف
بقيادة أحد الآباء الكهنة، بس بتجهز دول بيديهم محاضرات كتيرة في المجال ده، وبالتالي بتحول عليهم المشاكل وبتجيب نتائج كويسة لأنه عندهم وقت أكتر من أبونا. ربما يجي عند البعض فكر يقول لك لا ما أصل برضو الناس ما بتحبش تقول أسرارها عند اللي عند أبونا. مين قال الكلام ده؟ طب ما بتقول أسرارها عند القاضي لما بترفع قضية طلاق ليه؟ مال الناس لو لقت علماني في دور أب حنين أو أم حنينة هيتكلموا. فعشان كده طبعا اللجان دي لو في كل الكنائس بيبقى لها تأثير إيجابي الحقيقة. اتكلمت امبارح على ان الزوجين تحت مش عارف العلاقه بين الزوجين هي زي ما قلنا امبارح بتفاصيل كثيره جدا، هي علاقه اتحاد. وكلمه اتحاد لا تعني شركه حياه، الشركه تنفض، انما الاثنين اللي بقوا واحد ما نقدرش نفكهم من بعض. عايز اقول لك تعبير بسيط كان يعني سمعته مره زمان من يفتر امبرشوي، يقول ايه؟ ما يفصلش الاثنين الا سكينه تقطعهم نصين، والسكينه دي مقصود بها جسد ثالث. فلو دخل جسد ثالث في النص بيفصل الاثنين، ومن هنا بيسمح بالطلاق فقط. لو الشخص المسامح بعد سنه جه وطلب تصريح من الكنيسة هل يسمح له؟ يعني ايه المسامح؟ هنا واحد أخطأ، احنا ما بنتدخلش إلا إذا الطرف الآخر لجأ للقضاء ولجأ للكنيسة. ومع ذلك على فكرة رغم تأكدنا إن في خطية بنحاول نساعد المخطئ على التوبة الحقيقية، وبنأجل أحيانا قررنا شوية عشان نقدم التايب ده بصورة مقبولة للطرف الآخر، فهو تاب ورجع وهيبقى أحسن من الأول. بس بشرط بنقول للطرف الآخر عشان يقبل إن ده يرجع له، يقول له بس خلي بالك أنت قبلت توبته وقبلت انك تعيش معاه من جديد، خلي بالك مش هتقدر تاني عشان زعلت منه زعق ولا صرخ ولا كان بخيل تقول لا انا مش عايزه، ده زمان عمل وعمل معامل، الزمان ده انتهى. لازم ننصح ونقول لهم كده عشان ما نخدعهمش. هي فاهمه انه يرجع ولو ما عجبهاش هتسيبه تاني، لا بنأكد ان هي لو رجعت مش هتسيبه تاني. طيب واحده طلقت في المحكمه وجات للكنيسه وعايزه تصريح، ولسبب او اخر من اجل العيال من اجل صوت ربنا اللي اشتغل جواها بتقول انا مسامحه وممكن نرجع تاني، اه طبعا نفرح. انما في نفس الوقت بنعمل ايه؟ لابد من اعاده الزواج المدني مره تانيه، احنا ما بنكررش اخليل، انما لازم إعادة الزواج المدني، لأن هم أمام المجتمع والقانون ما بقوش زوجين. طب لو رجعوا بعض من غير مستند مدني قانوني، طب لو جابوا عيل ده ابن مين؟ طب لو في ميراث يبقى بتاع إيه؟ فعشان كده عند الرجوع لابد من التوثيق الزواج مرة أخرى. أكتفي بكده، بشكركم، جوعتكم، أخرتكم. اللي سابت البيت من غير اكل تلحق تجري جري تشوف اللي في البيت عايزين ايه عشان ما بقاش انا السبب. اتفضل السبب.